ارتفاع جنوني لأسعار المشتقات النفطية تسبب في توقف كثيرين ممن يعملون في سيارات النقل بالأجرة. أنا موقف لأسبوعين لما ارتفع البترول ما اشتغلش. لما ارتفع البترول أوقف ما اشتغلش. أنا اشتغل مين الصبح لا مغرب كذا نطلع حق البترول. ألا قد دباب أربعة يعني لا دباب خمسة بستة. الآن موقف أنا. بس اللي نزلنا معنا مراض مشوار رجالنا. 375 ريالا سعر اللتر الواحد في السوق السوداء. والسعر المقر من شركة النفط بعدن 280 ريالا بعد الارتفاع. الجميع هنا معتمدين في تغذية المحطات على السوق السوداء. وحده المواطن من تفاعل مع الكاميرا، فهو المتضرر الوحيد من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية. خطير، أو تشوف أنا محل معمل. يعني تسكب اللتر ب 400 ريال. اللتر ب 400 كم تشقيبه؟ خاوية على عروشها، لا مدير ولا نائب. هكذا بدت شركة النفط في مدينة تعز أثناء زيارتنا لها بعد 3 أيام من البحث في شوارع المدينة عن الخلل الذي يجعل أسعار المشتقات النفطية غير مستقرة. الشركة الواقعة في مناطق السلطة الشرعية اتضح لنا أنها لا تتبع المركز الرئيسي للشركة في العاصمة المؤقتة عدن، ولهذا لا يوجد لديها مخصصات من المشتقات النفطية تحت مبررات جعلت الرابح الوحيد تجار السوق السوداء. تعز في وضع سوق سوداء وتلاعب كثير. تغاضي الحكومة الشرعية عن الارتفاع الجنوني لأسعار المشتقات النفطية أحدث فراغا شغله تجار السوق السوداء. فهل تعي الحكومة خطورة هذه الظاهرة وتفشيها وما يمكن أن تحدثه جراء القهر والاستغلال الذي يتعرض له المواطن؟ هو الفساد بعينه، بل النهب المتغفل عنه إن صح التعبير. فارتفاع أسعار المشتقات النفطية إلى أكثر من 15% وفي أقل من شهر خلق تساؤلات عن دور الحكومة الشرعية في ظل صمت يساعد على ازدهار السوق السوداء. عبد العزيز بحني من شباب تعز.